إعلامي ومهتم بالتاريخ، سبق له كتب سيناريو الشهيد مصطفى أبو بلعيد والشهيد لطفي، وحاليا هو يقوم بعمل تاريخي كذلك، ربما سيتكلم عنه مستقبلا. كذلك الأستاذ نجيب بن مبارك اللي هو باحث مهتم بالتاريخ خاصة منطقة الأوراس، والذي سيتحدث على شهيدات الأوائل الأوائل اللي استشهدنا في 19 أو 20 نوفمبر من سنة 1954 وهن أربع شهيدات. كذلك الشهيد كريم بالقاسم اللي استشهد في 29 نوفمبر 54. التاريخ فقط، وإن كنا احنا اليوم نتحدث عن نفسي العبد الضعيف، لا أقدم تاريخ، تاريخ علم، إنما نذكر، والذكرى تنفع المؤمنين. والشعوب ما تعيش بالكسرى فقط، الخبز الحافي كما قال الأديب المغربي، والتجوع الحرة ولكن لا تأكل بثدييها، مثل العرب القديم. الكرامة، الكرامة والمرجعية نتاعنا احنا في هذه المواقف. اليوم بالمختصر المفيد راح نتكلم على، ربما باختصار شديد، وليس المهم في تقديري هو أذكر مسيرة هذا أو ذاك، مع احترامي للإخوة والأخوات المؤرخين، إنما العبرة. علاه نتكلم اليوم على عبد الملك بن عبد الملك رمضان أو الباجي مختار أو زدور بالقاسم بعد 50-60 سنة أكثر؟ واش نقدر نديو منهم؟ قال لي واحد النهار ياباني، كنت صحافي وداخل المتحف، متحف العصر الوسيط لير ميديفال، قال لي انت صحافي 35 سنة وأكثر؟ قلت له ايه. قال لي بفرنساوية مقصرة شوية، قال لي فوتر بانك سنترال سني با سيل دون با مي سيل دي سي، على المتحف، لأنه شاف ياباني يعرفوا قيمة المتاحف ويعرفوا قيمة التراث، حتى أنهم أحيانا سياراتهم وإنتاجهم التكنولوجي يسموه بأساطيرهم وبخرافاتهم وبحكاياتهم وبأبطالهم. كان شعوب ما عندهاش تاريخ، ما عندهاش، صنع التاريخ. أمريكا خلقت هوليود باش يصنع تاريخ أمريكا. قال لي واحد قاوري واحد أخر كنت نختلف معه في السبعينات لهنا، كان يدرس عندنا وكنا نشتغل في نفس المؤسسة، قال لي احنا في أوروبا عندنا كدس صغير من تراثنا، كل مرة نعاودوا نغربلوه باه نخرجوا منه شيء. قال لي انتم عندكم جبال مخلينها هكذاك، جبال من التراث، ما لازمش نبالغوا ونغلطوا أنفسنا، احنا خير من الآخرين، واحنا لا، احنا كبقية الناس. لكن الشعوب لا تصبح عظيمة إلا إذا تبنت قضية صحيحة صادقة، مش قضايا كاذبة. هذه التوطئة البسيطة تقودني باش نقول باللي هؤلاء الشهداء الذين نتحدث عنهم اليوم كانوا في جيل هذا الشباب، في جيلكم. تحدث اليوم باش ناخذ منهم العبر. سي عبد الملك رمضان عليه رحمه الله هو مولود كما تعرفوا في 10 مارس تقريبا 28 في قسنطينه، لكن يستشهد في مستغانم. واش هي العلامه هذه؟ الجزائر ماشي جهويات، ماشي مناطقيات، ماشي دواور، قاره ومسيجه بالقيم والدماء. كان ما يفرقش، ما يهموش منين يكون، هو الجزائر والجزائر هو سي لانكارن لا فري انكارناسيون دو لالجيريا. يا دي
prétendants qui prétendent incarner l'Algérie, mais qui ne l'ont jamais incarné. Au contraire, ils l'ont travesti. Mais ces gens-là incarnaient l'Algérie, corps et âme. والحقيقة التحق بال PPA أو حزب الشعب الجزائري والشباب مذهبين يعرفوا هذا الكرونولوجي كان حركة كان نجم الشمال الإفريقي الحركة الوطنية نجم الشمال الإفريقي مخلقش من الهواء كان المفروض نتكلم عليه بعد حزب الشعب الجزائري بعد حركة الانتصار للحريات الديمقراطية من حركة انتصار الحريات الديمقراطية خرجت المنظمة الخاصة ماشي المنظمة السرية سمعت بعض المؤرخين في هذا المكان يقولوا المنظمة السرية يعني لواس ولوس كيف كيف لا المنظمة الخاصة التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية كجناح شبه عسكري إعداد للرجال وللنساء للمقاومة إذن ومن بعدها جاءت لجنة الوحدة والعمل الكرويا اللي تكلموا عليها هذه باش لما الحزب بدأ يتفتت ويتشي حركة الانتصار الحرية الديمقراطية بين مركزيين وبين مثاليين وبين كذا وكذا الشباب الواعيين مثلكم حاولوا يقربوا دعوا هؤلاء وهؤلاء إلى كلمة سوا من أجل توحيد الحركة الوطنية لأن فرانسيس لعب كبير جاك سوستيل جاك شوفالي حبيت نقول اللي يشكروا فيه كثير من الناس ويقولوا كتبين عليه حتى كتب هذا الرجل الذي أراد أن يعني باش ما تكونش حرب بين الفرنساويين والجزائريين ورجل سلم ورجل هو رجل مخابرات كان مراسل الحرب العالمية الثانية نتاع دوغول وإن كان متمن مع دوغول وليس معه حب نقول إنه فيه أن ترابي دو ساب وقع من طرف الكولونيالية الكولونيالية مش أشخاصة يموت بوعلام يورثوا كذا عملية استمرارية للمشروع الكولونيالي داخل العقل خرجوا من البلاد لكن في العقول مازالوا ما خرجوش في اللسان مازالوا ما خرجوش في الذوق مازالوا ما خرجوش هنا التحرر الحقيقي مش في اللبسة وفي الماكلة وفي السكنة أن تحرر عقلك تحرر وطنك تحرر عقلك وروحك وذهنك ولغتك ولسانك وما إليه تبني تقدم وحضارة اعتمادنا على غيرنا في هذا التفكير نعطي عقلي أو نسلف عقل الأخر لا ما يسلفكش عقل لو يحبك زبون يبيع لك وش يحب هو مش وش تبغي انت إذا سي عبد الملك رمضان التحق بلوس وفي عام 49 كمناضل بسيط في عام 49 راح لفرنسا لما كان في فرنسا يعني تفتحت عينيه على الفوارق في فرنسا كاين حرية وكاين حركات تحرر في ذلك العالم والأممية الاشتراكية وما إلى ذلك إذن الفرق ما بين ما يعيشه بلاده من ذل وقهر واستغلال واحتكار وسرقة وتزييف الانتخابات البعض اللي يتهمون بالانتخابات المزيفة في الاستقلال نعم لكن شكون أسس للتزييف الانتخابات فرود والله المدرسة الأولى والأعظم في التاريخ هي فرنسا يا ريت الإخوان يقرأوا يعني كيفاش كانوا يزيفوا يعني الأمير خالد عليه هرب من هنا يجيبوا له للاربان يجيبوا له سوبليتيف يجيبوا له بني ويوي اللي يحطوهم على حساب الوطنيين إذن راح شاف هذا الفرق الكبير الموجود ما بين فهمت وآمن بأنه لا يمكن تحرير الجزائر إلا بسلاح لأنه الاستعمار لا يمكن سنة 51 عاد إلى الجزائر ليواصل نضاله 52 بعد ما اكتشفت فرنسا المنظمة السرية اللي كنا نتكلموا المنظمة الخاصة للأسف الشديد المنظمة الخاصة لما اكتشف أمرها في مارس 1950 هو بعد سنة تقريبا اعتقلوه لأنه كان ناشط لأنه عندهم قوائم البعض الله حماهم يعني ما اكتشفوهمش كما مصطفى بن بلعيد كما غيرهم مصطفى بن بلعيد كان عنده كاسكات ربما الإخوة المؤرخين يعرفوا خير مني المسألة كان في اللجنة المركزية إذن عنده كاسكات نتاع سياسي ولكن أيضا
قيادي ورجل يعني تاع المسائل العسكرية وجمع السلاح وما ذلك، واستفاد لما خدم الخدمة العسكرية هو وبضياف وغيره خدموا الخدمة العسكرية الفرنسية، إذن تعلموا الكثير من فنون الحرب والمنازلة لا سيما يعني حرب العصابات. سنة إذن اعتقلت، ولكن فر من السجن. كما فر الديدوش؟ الديدوش حكمه كان رياضي وكان فحل، ثرب البوليسي ونقز من من مركز الشرطة وهرب. شوف الرجال كيفاش عند فرنسا بقوته، ومع ذلك إرادته معه وقراره معه. كذلك بن عبد الملك رمضان، ولكن بعد هذا شرف على يراح من الشرق الجزائري، راح للغزوات الغرب الجزائري، وهناك بدأ ينظم كما كان سي بوصوف، كما كان سي بن مهيدي، كانوا يرقدوا في المغاور. حكاوا لي هذا المجاهدين على سي بوصوف مثلا وغيره، يخدموا يخدم في الميناء في البار يحمل. هو ما كانش راح يحمل، هو حمل الجزائر في راسه في عقله، يحمل البور باش ما باش ياكل او باش يموه على العدو باش ما يفقلوش الى اخره، اذا كان يناضل في نضال الصالونات وبالكوستيم او وبالكرافات. هذاك موضوع ثاني، كان ضرب واحد اخر هاك الوقت. وكان يدرب اذا في الرجال ويعدهم. سنه 53 قبل القطيعه بين طرفي الحزب، يعد ربما الوحيد من لوس اللي حضر في مؤتمر اليوم تي ال دي، ودار ديكلاراسيون حسب سي حربي المؤرخ حربي دارها باسم رفاقه في لوس. بطبيعة الحال الإخوان اللي أسسوا الكريا أو يسمينا اللجنة الثورية للوحدة والعمل باش تنسق وتصلح ما بين الميصاليين وما بين إخواننا، مش عارف عشان نقولوا الميصاليين والمركزيين، هكذا سميت في التاريخ ويجب إعادة التسميات أعتقد بشكل علمي مدقق. إذن أصبح حمل كوريا، لكن كوريا في أفريل 54 ما أدتش إلى نتيجة، بقى كل مجموعة إخواننا في اللجنة المركزية بقوا على مواقفهم، والإخوان بقيادة سيمصالي بقوا على مواقفهم. إذن الشباب اللي كانوا في المنظمة الخاصة اللي هم ربما 1000-1500 لسنا ندري بالتحديد، أو شخصين لا أدري بالتحديد، إذن قالوا نمروا، التاريخ لا يتوقف، هذا من الكبار تاعنا العقول ما تفهموش، إذن نطرح الطرح البديل، نتجاوز هؤلاء في ضمن حركة التاريخ، من أجل أن الهدف أكبر من حزب وأكبر من منظمة، قضية تحرر. إذن وبعدين كان صار واحد من اثنين من جماعة 22، ما نقدرش نفصل في كثير. بعد عينه السي العربي بن مهيدي نائبا له، العربي تعرفوا التقسيم تاع الثورة، يعني بعد جماعة 22 وجماعة الستة أو الخمسة زايد واحد، لأنه السي كريم بعد التحق بعد أن أقنعه المناضلون ورسيم السي مصطفى بولعيد. وما عنديش بزاف من شهور تلاقيت مع السي عثمان بالوزداد، قال لي أنا أيضا أسهمت، وتلاقيت معه في بلكور مع السي كريم، لأنه سي كريم كان رفد السلاح من 46 المرة، كان يسمى بلي بوندي دونور كما كان في الأوراس. أستاذنا الفاضل راح يتكلم على جرين بالقاسم، هذا الرجل أسطورة وبرحايل وشبشوب ومرض شبشوب وما إليه، يعني كانوا الجزائريين ما كانوا شراكدين، كانوا يقاومون بما يستطيعون. فهنالك من يقاوم سياسيين، ولكن هنالك من حمل السلاح وتمرد على العدو، سماهم لي بوندي دونور، خارجين على القانون بالنسبة لي، لكن أي قانون؟ هو قانون الغاب. عين سي بن مهيدي نائب له بعد تقسيم الوطني المناطق لي زون، كان لا زون اون او المنطقه الاولى منطقه الاوراس، المنطقه الثانيه شمال القسنطيني، المنطقه الثالثه منطقه بلاد القبائل، المنطقه الرابعه هي منطقه العاصمه، يعني منطقه الوسط تقدر تقول، والمنطقه الخامسه هي لوراني، ما يسمى باللوراني وصولا إلى الصحراء. إذن هذا قبل أن تتأسس الولاية السادسة التاريخية، بعد ذلك بعد الصمام بطلب من سي مصطفى بن بولعيد لما التقى سي الحواس وغيره، المهم قبل تفجير
القنبلة وما إلى ذلك. إذن لما أصبح نائب عن سي بن مهيدي في المنطقة الخامسة التاريخية قام بعمل جبار، حضر رجال وأعد، هو كان عنده نواب حتى سي بوصوف كان نائب تاعو. إذن بحكم تكوينه شبه العسكري وما إلى ذلك، في ليلة 1 نوفمبر التقى أو مع مجموعة ما ندخلش في لي ديتاي شوية في الجزئيات، إذن كان من كبقية المجاهدين على المستوى المناطق الخمس موجود في الجبل، وقاد مجموعة يعني وقام بأعمال يعني ضرب العدو. ما نتدخلش بزاف المسائل هذه، هاجموا مركز لا جندرمي فرنسيز يعني الجدرمة، احنا ما نقولوش درك الفرنسي نقولو جندرمية، فرق ما بين الدرك والجندرمة. يقولك لا جندرمي ناسيونال، الدرك ناسيونال جو بريفير دير سا. هذه مسألة لي لينغويستي بروبليم دي ايتيمولوجيك جو كرو. اذن وروح ومحول كهربائي وما الى ذلك، لكن للأسف الشديد هذا البطل المغوار وهذه المسيرة العظيمة الزاخرة بالمآثر يكتب له الشهادة. كيف استشهد الرجل؟ أقوال، باعوه بطبيعة الحال الاستعمار، الدعاية الفرنسوية قوية بزاف، كان عنده ليغارد فورستي وكانوا اللي يخدموا معاه وكانوا كذا سهل، كانوا مجموعة صغيرة يقولوا فيه وشاية باعوه. كاين حتى شكون يقول لحقوا ناس وساهموا مع الفرنسويين في قتله بالمذاري، لكن الذي قتله قتله المحتل. هذه اللعبة ما تنطليش علينا، فلان قتلوا فلان وفلان قتلته الجماعة الفلان، حتى يوم الأيام بورقيبة قالهم يا أخي وش من 1.5 مليون شهداء، قالهم يا أخي قتلوا بعضهم الجزائريين. وهذا مش اللي حبوا يوصلوا له اليوم لتشويه التاريخ. هذه النقطة الأولى، سي عبد الملك رمضان عليه رحمة الله إذن يعد ربما القائد الأول ممن استشهدوا، القائد من درجة ثانية إذا اعتبرنا أنه الرتبة الأولى للستة التاريخيين. فطيب فيه شخص آخر، شخصية أخرى، الباجي مختار. سي الباجي وما أدراك ما الباجي. الباجي مختار ابن قرية صغيرة بحث عنابة في غرب عنابة بالرحايل، باباه كان باش عدل، كان في العدالة إلى آخره، موظف بسيط، لكنه يعني قبل ما يدخل المدرسة انتقل والده لمنطقة سقراس، أخذه معه درس في مدرسة ليزانديجان. تعرف الانديجان نظرية كاملة، الانديجينا الأهليون، يعني احنا كنا رعايا دي سوجي ونيتي با دي سيتويان، ني فرنسي ني الجيري ني ريان دي تو، اشباه بشر، نشبه البشر، يحتاجوا ارضنا ودمنا وجهدنا وبلادنا والبقية وبعد الطوفان. هذه هي فرنسا، وما تتغيرش فرنسا يا خوتي والله ما تتغير، مش فرنسا الرئيس والسفير والوزير خضره فوق عشاء، فرنسا المخابر المصالح الاستراتيجية الأهداف الاستراتيجية الجيوبوليتيك المنافذ ومواقع النفوذ الزون دانتيري. سي الباجي هذا الولد اللي درس في المدرسة نتاع ليزانديجان بدا يشوف، حصل على الشهادة الابتدائية ودخل، كانت ثانوية يسميوها في سقراط الثانوية الوحيدة يقراو فيها ولاد الكولون وبلاد كيلكو بني ويوي من خدام الاستعمار، يسموها لسيد السكهرس. إذن اليوم راه يسموها ثانوية بن خلدون.
درس فيها وكان متفوقا جدا وذكيا، وكان ضعيف شتيف لكن كان ذكيا، والروح الوطنية مزروعة فيه. شاف الفوارق ما بينه وما بين ولاد الجزائريين ولاد كذا، خرج ثانوية هرب وكأكمل دراسته بعد ذلك بالمراسلة. سيلباجي إذن في السنة 34 حصل الشهادة الابتدائية إلى آخره كما قلنا، دخل ولكنه دخل الكشافة الإسلامية الجزائري وحصل على تكوين شبه عسكري. ما تنسوش باللي الكشافة الإسلامية نتكلم على الشباب الكبار يعرفوا المسائل هذه، خوتي المجاهدين يعرفوا من الشباب. الكشافة الإسلامية مدرسة حقيقية للوطنية. كل الكبار العظماء اللي تقرأوا عليهم في التاريخ، بن مهيدي وفلان وسي محمد بوقرة وغيره، كل هذو الكبار العظماء تخرجوا من الكشافة الإسلامية. لأن اليهود كان عندهم كشافة، والمسيحيين كان عندهم كشافة، وكل الشعوب الأخرى كانت مانعة علينا فرنسا احنا الكشافة، ولكن أسسنا رغم أنفع. يوم من الأيام سي محمد بوقرة عليه رحمة الله لما أسس فريق تاع الكشافة وسماه النجاح باش يتحدى الفرنساويين، هذا قبل اندلاع الثورة، جاب الجروب متاعه وجاء قدام المركز الشرطة الفرنساوية وقام الصلاة وصلى أنفاس باش يقول لهم نحن موجودون، موش انتم برك عندكم الحق ديروا الكشافة وديروا واش تحبوا في هذا البلاد. إذن لما وصل السن العسكرية دا حبت تديها فرنسا، راح صام حتى ولا هزل ما عادش يقدر ينوض باش ميدوش، ولكنه في نفس الوقت كان يتدرب ويحضر في نفسه، ماهوش ضعيف، هو ضعيف كشخص ولكنه قوي بالإرادته. سنة 40 دانك صار مسؤولا للكشافة لمدة سبع سنوات، ناضل في حزب الشعب، التحق بالحركة انتصار الحرية الديمقراطية تقريبا عام 43 بعد أزمة المنظمة الخاصة في مارس كما تعرفوا. اعتقله العدو في 27 أفريل عام 50 وحكم عليه بخمس سنوات، قضى ثلاث سنوات منها وأطلقوا سراحه بعد ثلاث سنوات من منطقة الشلف، ولما رجع ما فشلش، كل العذاب نقلوه من سجون لسجون يعني، والضرب واللي طرفوا فرصي العمل الشاق وما إلى ذلك، لكنه لم يفشل وبقيت جذوة النور. بعض الأدباء يقولوا جذوة النار هي لجذوة النور الذي لا ينطفي في قلبه وفي نفسه من أجل تحرير الجزائر. سنة 53 لما عاد إلى آخره واصل نشاطه، وكان يعد الرجال في كل المناطق. إذن بالمختصر المفيد كان تقريب من حدود تونس إلى منطقة سكيكدا أكثر من 200 كيلومتر، من تكلمش من البحر إلى الجنوب، كنت كل هذا يصول ويجول فيها هذا الرجل وينسق مع كل الرجال الآخرين مع منطقة الأوراس وما إلى ذلك. شارك إلى جانب سي بن بولعيد وبن مهيدي وديدوش وغيرهم في تأسيس لجنة الوحدة والعمل كما قلنا. باع أملاكه، هو باباه عنده مزرعة في سقهراس أعرفها شخصيا، باع أملاكه من أجل باش يشتري الذخيرة ويشتري شوية سلاح ويلم. في ذاك الوقت كانوا التوانسة داروا الانتفاضة تاعهم أو الثورة 52، كانوا في الحقيقة الشريط الحدودي أخذوا الأسلحة التي كانت موجودة. سي مصطفى كان يروح يسافر، سي مصطفى بن بولعيد كان يسافر إلى ليبيا وإلى ذلك ويأتي بالسلاح عبر الجمال، وهذا وري الشباب خاصة ذكر شفتوا فيلم مصطفى بن بولعيد تاخذوا شوية فكرة حول هذا حول هذا الرجل كيف كان يبيع أملاكه. قال واحد قال مصطفى بن بولعيد باع أملاكه باش باع كيرانه باش يدعم الثورة ويخدم بلاده، وناس أخرين باعوا البلاد باش يشتروا كيران. إذن حضر الملتقى إذن 22، صار أصبح نائب لديدوش مراد كما كان سي عبد الملك رمضان دي. وانت تعرفوا خضاوا حتى لما راحوا من هنا، يعني بعد لقاء 22 أخذ
خذوا البيانات والوثائق نتاع اول نوفمبر وداوهم في التران، ما خافوش. راحوا سيدي دوش، ديدوش قائد الولايه التاريخيه الثانيه او المنطقه التاريخيه، عفوا، هذا بياع، هذا عفوا هو قريب نكملوا. ايه، والشيء بالشيء يذكر. عاد خذوا الوثائق وحكاها لي بعض الاخوان الشهود، لانه مشكلتنا تاع التاريخ، قلت قبيله باللي احنا ماناش نكتبوا في التاريخ ولا نحدوا التاريخ. التاريخ مش حكايات، مش اساطير. نعم الشهادات مهمه والبحث، لكن يجب ان يستمر. وروح ربما نتكلموا على كلمة بعد ذلك بعد شوية، لما نتكلموا على سي زدور عليه رحمة الله، كيف تجري عملية التفكيك الداخلي للتاريخ. تجري عملية أخطر ألف مرة من سرقة الاقتصاد الوطني، أخطر بكثير. اقتصاد سهل، بس التاريخ خطر، خطير، خطير بسهل. إذن ولكن في منطقة اللي يعرفوا منطقة قسنطينة اللي يسميها اليوم زيغود يوسف، واللي كانوا يسموها كوندوس موندو على الإبوك، في هذاك الوقت افترقوا سي ديدوش قائد الولاية التاريخية في منطقة سكيكدا مع سي زيغود ومع سي بن طوبال ومع سي إخوان علي كافي وصوت العرب، وتعرفوهم يعني القادة بعد ذلك في المنطقة. هو كمل لأنه كلفوا ديدوش وكلفاته جماعة 22 وجماعة الستة بأن يشرف على منطقة الحدود ويكون العمق، العمق التونسي. وهنا كثير ظل نسمعه كأنه الإخوان امتدادنا العربي الإسلامي، العمقنا الحقيقي الاستراتيجي، بينا والله مرة نشككه، احنا مناش مغاربة، والله مناش عرب، مناش مسلمين، خير الخير جماعة وحدنا. معناها عزلك إذا أردت أن تقتل خصمك أو عدو أعزله، إذا حبيت تقتل النخلة أعزلها على تربتها، إذا تحب تقتل الزيتونة والتينة بعدها على المناخل أو المناخ تحت. إذن الرجل كان باش يروح السوق، نزل في منطقة اسمها بوشقوف، شقوف بين سقارس وبين عنبة، ولكن من بوشقوف عنده الوثائق وما إلى ذلك باش يهبط لعنبة، راح لعنبة. لكن في شخص يعرفه قبل ما، طيب هو يعرف منطقة سقارس ومنطقة عنبة وزارها مناطق، ولكن يحتاج إلى، كان يشتغل بعلم، ما كانوش جهل هذا من الناس، ما كانوش سذج، ما ضيعوش وقتهم مع البورتابل، ما ضيعوش وقتهم على البورتابل فقط والفضاء الأزرق والذباب الأكحل والأصفر والأخضر وما إلى ذلك. أنا لا أحتقر التكنولوجيا وأحب الشباب أن يهتم بالتكنولوجيا، لكن ألا يكون عبدا، لأنك ما على بالك شكون من وراه السيد هذاك اللي برمج لك وكيف صنع وعليه صنع وش الأهداف وما إلى ذلك. إذن هو لم يكن ساذج، هبط العنبة من بوشقوف وخلى الوثائق عند إنسان يثيق فيه، وراح عند واحد بيروطابة باش يشتري خارطة سقارس، مناطق سقارس، باش يعرف مراكز العدوين، الجندرمري وين، والمصالح الفرنسوية الاقتصادية وين، والقطار منين يعقب، والمحطات وما إلى ذلك. يحب يخدم بشكل علمي حتى يضرب العدو في صميمه. لكن هذاك اللي شرى عليه الخريطة راح باعه للشرطة الفرنسوية. الشرطة الفرنسوية للأسف الشديد، احنا رانا في 30 نوفمبر لافي، اذا باعه قبضت عليه الشرطة الفرنسوية، حققت معه ساعات طويلة، ولكنه احتال عليه، كان اذكى منهم وكمناضل معد. كلما جمعنا فلاح وبابا فلاح وتعرفوا، شريتها حول الاستثمار وخارطة لنوم،
ما عندي مزارع وعندي كذا وكذا. طلقوه قالوا له هاك شوف اخرج روح، بس روح للشرطة في سوق هراس وقعد ثم. كي يروح للشرطة هو على بالهم وممكن يعيطوا لهم بالتليفون قال حكموه، لانه هو يعرفوه سجين وقديم وما الى ذلك. والحمد لله انه المخابرات الفرنسوية والعالمية كلهم تفاجأوا بثورة التحرير. وهنا العمل السري، والعمل السري مش كذاك الإيمان والثقة، لأنه كانوا كلهم مؤمنون بقضية واحدة لا يموت. ولكنه كما دار بن مهدي البارح نقرأ في أو أيام نقرأ في أوزارس، هذا اللعين المجرم في انترفيو يعني ويتكلم على على بجار، حب يقنع بجار بأنه هذا بن مهدي لا شيء. قال له راك غير تضرب في الريح بالهراوة. قال له احنا استنطقناه. قال له آمنت بأنه لن يقول شيئا أحد أحد أحد. كان يقول صحابي هؤلاء، أنا لا أقول صحابة لكن قضيتهم، وكان بعض منهم يشبه صفات الصحابة في أخلاقهم وفي تدينهم وفي صدقهم وفي وفائهم وفي تضحياتهم، ما الفرق؟ كلهم شهداء الله عز وجل وشهداء الوطن. إذن استطاع أن يهرب، لكن المرة هذه هبط في المشروحة. المشروحة زادة كيف كيف منطقة قريبة من سوق هراس، واتصل بالإخوان وأخذ الوثائق بطبيعة الحال، لكن الوثائق لم تصل. يعني الأمر بتفجير الثورة نوفمبر أو الساعة صفر من 31 أكتوبر 54 لم تصل، وبالتالي تأخرت العمليات إلى يوم 2. ولكن لك بعض الإخوان في بعض المناطق، مش في كلها، ولكن كثير من مراكز في مناطق الحدود، منطقة سوق هراس ومنطقة عنابة إلى آخره، ضربت وأثبتت الثورة أنها موجودة في كل مكان وفي كل زمان، ولكن لم يطل به المقام مع 25 مجاهد فقط كانوا في تلك الجبال. جندت لهم فرنسا من عنابة ومن قالمة ومن كل مكان، جابت قوات ضخمة، وفي منطقة اسمها مجز الصفا يعني قاتل يوما وليلة واليوم الثاني 25 وأبيدوا جميعا. يقولوا فيه أخذوا بعض لبريزونية أو سي عبد الله النووري، إخوان المؤرخين يعرفوا، الوحيد اللي خرج من هذه رحم الله الشهداء. مازال لي كلمة واحدة نقولها على زدور بالقاسم. زدور بالقاسم مختصر شديد، وإن كان يحتاج إلى شيء عظيم هذا الرجل. هذا زدور بالقاسم من وهران الباهية، وهو من أسرة متدينة، وجده كان من يعني من العلماء وما إلى ذلك، إذن أسرة تدين ووطنية. هذا بعد دراسته في الدراسة الأولية سافر إلى تونس، كانت وجهتنا فرنسا منع علينا نقرأه، لا نقرأه لا نكتبه لا نأكله لا. قال وجربت معنا كل تجارب، تحب الجزائر تحب تخليه. المهم راح لتونس وكان نائبا لسي الأستاذ المرحوم الزعيم مهري، عبد الحميد مهري، لأنه كان مسؤولا للطلبة الجزائريين في تونس، وصلوا عددهم تقريبا 3800 طالب. كان زدور مسؤول معه أو نائب له، وكان بالقاسم نايت بالقاسم أيضا كان نائب له، وحتى سي محمد بوقر التحق بهم من هنا باش يقرأ في الزيتونة، ولكنه كان مستواه مسكين العلمي ما يأهلوش باش يدخل، فبقي يحوم في المساجد وما إلى ذلك ويتعلم، وعاد إلى منطقة عين الدفلة وما إلى ذلك، ووصل كما تعلمون. شوف هذا من الناس، ما كانش قال جهتك من جهتي، ما كانش. عاد زدور إذن وكان طالبا ذكيا ومحب للغات الأجنبية، كان تعلم كثير من اللغات الأجنبية،
والبعض عاد كما سي مهري وصار رئيس ومدير جريدة وما إلى ذلك. بالمختصر المفيد هو التحق بالقاهرة ليدرس، التحق بالقاهرة ليدرس لأنه السلاح الوحيد هو سلاح العلم. وكانت في القاهرة لجنة مكتب المغرب العربي كما تعرفون، يعني بقيادة الزعيم العربي والمغاربي العظيم والإنساني عبد الكريم الخطابي. كنا احنا ممثلين احنا بالإخوان اللي راحوا من هنا، سي بن بلة وسي أحمد وسي خيضر وما إلى ذلك. إذن هو لما يدرس بالقاهرة كان على اتصال بهؤلاء، هذا الزعماء كان اتصال، حتى أنه كان يقال أنه كان ظل سي بن بلة وكان يترجم الإخوان، كانوا يحسنون الفرنسية فقط، خاصة سي بن بلة وسي أيت أحمد لغل بحكم الاستعمار، كانوا هو كان يحسن عدة لغات وكان يحسن العربية، فكان يترجم لهم كثير من المسائل، وكان مهتما ونشطا، وكان يجند الطلبة الجزائريين وغير الجزائريين. كانت حركة في مصر مهمة في ذلك الوقت مع ضباط الأحرار وما إلى ذلك. فهذا الرجل، لكن بن بلة يبدو كلفه، وهنا مسألة مهمة جدا وخطيرة، وأتمنى الإخوان المؤرخين يبحثوا في المسألة هذه غير مدققة بشكل جيد. يجب هذا الشاب الذي كلفه بن بلة للدخول إلى الجزائر اندلاع الثورة مباشرة. كما قال الأخ بخوش، كانت الأوراس محطة لتجميع السلاح قبل اندلاع الثورة، منذ تأسيس المنظمة الخاصة كانت محطة لتجميع السلاح بإشراف القائد مصطفى بن بلعيد، وبالتالي كانت محطة لتدريب المناضلين على استعمال السلاح بفضل ما سمي بالخارجين على القانون، واللي كان من بينهم قريم بالقاسم، وهما 16 المناضل ومجاهد، إضافة إلى امرأة هذه واسمها فاطمة لوصيف، اللي كانت زوجة صادق شبشوب اللي هو أحد الخارجين على القانون، اللي خرجت معاه منذ زواجهما في عام 1947 بالسلاح، علمها استعمال السلاح، فكانت من القناصات الماهرات، وشاركوا في اندلاع الثورة. هي تعتبر أول مجاهدة، هي المجاهدة الوحيدة، ركز، المجاهدة يعني شاركت في الثورة بالسلاح. إذن هذا المجاهدة هذه، فقط يسمح لي محمد راح نزيد نهضر عليها في الأخ، لأنها توفت ليلة 1 نوفمبر 2001، يعني بقات من 47 إلى غاية الاستقلال، إلى غاية الاستقلال يعني أكثر من 15 سنة وهي حاملة السلاح. وكل الشكر يرجع إلى واحد صحفي واسمه أبو حفص بن شنوف، اللي دار عليها التحقيق، كان يخدم في محطة قسنطينة الجهوية التلفزيون، دار عليها التحقيق وهي حية، وبقى التحقيق هذا كذا كان قدر محمد ونديره كذلك نعرضه لأخر هذا الصحفي اللي كان الوحيد اللي مباشرها اللي هدر معها على المسار تاعها. إذن شهداء الأوراس، كان أول شهيد هو أحمد مزوج. أحمد مزوج هذا هو من مواليد الشمول في جويلية، يوم الفاتح جويلية 1910، وكان حاضر يوم اندلاع الثورة، وكان في مجموعة قريم بالقاسم، واستشهد يوم 3 نوفمبر 1954 بمنطقة سريانة. إذن بالنسبة للمنطقة هذه أول شهيد هو هذا السيد، هذا الشهيد، هذا المجاهد ثم الشهيد اللي هو أحمد مزوج في 3 نوفمبر 1954 في المعركة الأولى التي قادها قريم بالقاسم واللي كان الشهيد الأول. بالنسبة فقط نرجع دائما لهذا الخارجين على القانون، راني خصصت في كل عدد من مجلة أول نوفمبر راني نتكلم عليهم بالواحد، إلى حد الآن تكلمت على مسعود بن ظلمات الأول اللي كان العبرة،
من بعد مسعود بن زلمة الثاني اللي كان من نفس العرش ومن نفس العائلة، وحسين برحيل والصادق شبشب، والأعداد القادمة ستتكفل بنشر باقي مسارات هذا المناضلين ثم المجاهدين ثم الشهداء، معظمهم شهداء. بالنسبة للشهيدات، هنا نرجع للشهيدات. شهيدات، هذه الشهيدات كان استشهادهن يوم 19 نوفمبر 1954. أنا بالترتيب 3 نوفمبر استشهاد أحمد مزوج، 19 نوفمبر استشهاد هذه الشهيدات. كيف كانت ظروف استشهادهن؟ استشهاد انت هذه الشهيدات هذو جاءت بعد اندلاع الثورة مباشرة، حيث هاجمت عساكر الفرنسيين واحد المنطقة متكونة من شناورة عكريش وحنبلة وبوستة لمتواجدة بنواحي متواجدة بناحية زلاطو، تسمى وقتها بزلاطو، وهي حاليا تتبع خاصة بلدية تكوت. هجمت كرد فعل لاندلاع الثورة في الأوراس، هجمت على هذا القرى وهجرت، خرجت السكان تاعهم المساكن تاعهم، خرجتهم طوعا وكراهية مستعملة الخشونة. ولكن رجال ما عليش يحملوا، بصح النهار كي تمس مرأة ثم كلي. وكان أن أخذوا يدفعوا، بدأوا يدفعوا في النساء وثم كنساء. كان رد فعل تاعهم أنهم هاجموا على العساكر وقتلوا ضابطين، واحد برتبة نقيب واحد برتبة ملازم أول. وكان رد فعل الفرنسي أن قتلتهن وشهيداتهن. منصورة بوستة المولودة في 1890 واستشهدت في 19 نوفمبر 1954، زوجة المجاهد الصالح وعزرين، أم المجاهد علي برحيل، يعني علاقة مباشرة عائليا. ثانية هي فاطمة جغرولي المولودة في 1927 التي استشهدت، وهي زوجة المجاهد الشهيد بن شوري عبد الله المدعو توتو، وهي حامل في شهرها التاسع، يعني ما كفاش يقتلوها وهي حامل. يعني عساكر الدولة اللي تدعي أنها مهد لحقوق الإنسان. سوف نتكلم عن قريب من القاسم اللي هو كذلك استشهد في نوفمبر 1954، وكان استشهاده يوم 29 نوفمبر 1954. ما راحش نهضر بزاف على الاخر على المسار تاعو، لان هو مسار استثنائي. لماذا استثنائي؟ لانه كان كما قال الاخ بخوش، كان من الناس المتعلمين، تعلم في الزاويه، من بعد انتقل الى طولقا، من ثم عاود ولا للزاويه هناك وين ادرس على سيدي حني المجاهد والقائد سيدي حني. من بعد نظر لاندلاع آثار الحرب العالمية الثانية، المنطقة كاملة ولت في فقر مفقع، يعني فقر كبير جدا. فقاعد يحوس في مناطق وين يقدر يخدم به يساعد العائلة نتاعه، فانتقل إلى شمول. شمول هي منطقة قريبة من مولده، خدم بضع الوقت، ومن بعد انتقل إلى الريس وين خدم كذلك. في هذه التنقلات كان له أن تعرف على المنطقة أكثر والتقى بناس. من بعد رجع للمنطقة نتاعو بعد غياب طويل، وين أظهر شقاق بين الناس قاعدين يلوموا فيهم لماذا تركتوا وليتوا كشغل الطلابين طلبوا في ناس واحد آخرين. كان رد فعل نتاعو عنيف، وين استعمل السلاح وأصبح من الخارجين على القانون، رفقة ذلك نسمي الخارجين على القانون حسب ميلاد تاعهم. الأول هو الصادق شبشوب المدعو قوزير، مولود في 1902 استشهد في 1961. فاطمة لوسيف زوجته اللي هدرنا عليها من مواليد 22 توفات في 2001. مسعود بن زلمات ثاني زاد في 1916 واغتيل في 1952، وقصة الاغتيال معروفة للأسف. محمد بن صالح بن سالم شهيد كذلك من مواليد 1916
استشهد في 58، الورد بن عبد الهادي 1916 ودار عملية وين قتل جدارمي على جال الانتخابات تاع 1948 وين شارك فيها مصطفى بن بولعيد، وكرد فعل دخلوه الحبس حتى الاستقلال به طلقوه. مسعود المختاري، حسين برحيل، مكي عايسي، علي درنوني اسمه خضره الموس نتاع الوقت اللي نخاف منه، علي درنوني، مسعود معاش، محمد بن سي عمر بن سالم، احمد قاده اللي توفى مؤخرا فقط، قريم بن القاسم اللي راح نتكلموا عليه، الخضر بن قدور بن علي زلماتي، والصالح والصاف، هذو هما بتعداد، وكذلك رمضان حسوني ومحمد بالعقل، هذو هما 16 إضافة إلى فاطمة لوصيف 17. هذو هما اللي كانوا النواة العسكرية الأولى اللي تكفلوا بتحضير الثورة، طبعا بطلب من القائد مصطفى بن بولعيد. نهضر الآن على قريم بالقاسم. قريم بالقاسم كان مع هذا الخارجين على القانون. وش كان الخدمة تاع الخارجين على القانون؟ خارجين على القانون هذو كانوا يعملوا توازن، ينقصوا ضغط العساكر والقومية والقياد نتاع فرنسا، بحيث يحدوا من النفوذ نتاعهم ويحروا مناطق، يعني حتى هذا الناس ما يجوش ليهم، ويستعملوا المساواة الاجتماعية وين الفقير يعطوله الغني يمد الفقير إلى آخره، حتى نعمت الرحمة في وسط هذا المجتمعات هذو، وبقات إلى غاية اندلاع الثورة هكذا، وكانوا شرارة الأولى لاندلاع الثورة. وكان ركز فقط على الشهادة نتاع العقيد الأخضر عبيدي اللي هو الحاج الأخضر، كيفاش انضم قريم بالقاسم إلى المجموعة نتاعو، وهذا الانضمام كان فرضا من القائد مصطفى بن بولعيد. يقول الحاج الأخضر: بعد كلمة القائدين مصطفى بن بولعيد وشيحاني بشير، تكلم مصطفى مرة أخرى معلنا عن قائمة رؤساء الأفواج، مبينا كلمة سر بيننا وهي خالد وعمر، حمزة المغيرة، وهي أسماء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال: فليتخذ كل رئيس فوج من يختاره من المجاهدين، وكنت أنا من رؤساء الأفواج، وكان أول المشيرين إليهم من قبل القائد مصطفى بن بولعيد، فقلت أختار لمدينة باتنا بين 20 أو 30 من المجاهدين، فقال لي: عليك أن تستعين بمن تريد، ومعك الأخضر بن كاوة نائبا لك، وليكن معك الشاب المتحمس قريم بالقاسم، فهو رمز الحيوية والنشاط، وقد تعود على الحرية المطلقة، وقد أوجزت منه خيفة. وقلت لمصطفى بن بولعيد: أنا لا أستطيع الانسجام معه. فقال: إنه لا يكون إلا معك، فرضيت بذلك. فناده وقال له: إنك مع عمك الأخضر. فرفض في البداية قائلا: لا أستطيع، هذا قريم بالقاسم، لا أستطيع الانسجام مع الحاج. فألح عليه بن بولعيد قائلا له: إنك ترفض أوامر النظام. وعند سماعه الكلام بهذه الحدة قال: رضيت بذلك. إذن هذه الشهادة في تواجده في مجموعة الحاج الأخضر. نهضر كذلك على التنظيم، شارك في معارك، من بين هذه المعركة انت قرية سريانة. قرية سريانة هاجم، كان شهادة نتاع المجاهد مصطفى مرارده اللي كان القائد في انتقالي عندما أرحل الحاج الأخضر لتونس، شهادة نتاعو وين بين 12 و13 نوفمبر هاجم على عساكر العدو، واستشهد مزوج، أحمد مزوج. كيف استشهد الثائر والمجاهد؟ استشهد في 29 نوفمبر بأنزة أحمد قرب ثنية الرصاص خلال مواجهة مع فرقة رجال 18 RCP باراشوتيست، المظلات بقية العقيد دي كورنو
استعمل المستعمر خلالها العدة والعتاد. درك عندي تقرير نتاع درك نتاع الجندرمة كاد صحنا بخوش الجندرمة الفرنسي ماشي درك الفرنسي. واش يقول؟ مقتل قريم بالقاسم في 29 نوفمبر 54 شهدت المضايق الوعرة والعميقة لوادي عنزة أنزة هو المفروض أحمد في تغيط أرضام اشتباكا عنيفا المتمردون الموقعون خلف التحصينات الطبيعية والتي كانت بمثابة حصون حقيقية. يعني التجربة هي اللي خلاتهم يعرفوا التحصينات الطبيعية مادام هي حرب غير متوازنة القوى وحرب عصابات. أبدو قدرات فائقة على المناورة، هذا كامل كلام أنت العدو، وكبدوا قواتنا مباشرة بعد اندلاع المواجهة خسائر فادحة، قتل واحد جريح توفي متأثر بجراحة 8 جرحى، لكن بفضل برودة أعصابنا هذه دائما دعاية تاعهم. وبعد معاينة دقيقة للجثث اتضح أنها للص الخطير قريم بالقاسم بن بشير الذي يقود تمردا في الجبال منذ 17 مارس 1950، ومبحوث عنه من طرف مصالح الشرطة لصدور 8 مذكرات توقف في حقه بتهمة هالك تهم المواجهين. جريمة قتل في 3 جوان 50، عمل عنف وتعدي على الحريات حيازت أسلحة وذخائر في 11 أفريل 50، عمل عنف وتعدي على الحريات مع التعمد في 11 أفريل 51، السرقة في 11 أفريل 51، محاولة قتل عمدي في 25 أوت 51، قتل عمدي مع سبق الإسراء والترصد في 12 أفريل 52، سرقة في 7 جويلية 52، سرقة وتهديد بالقتل المنظم في 5 نوفمبر 53. إذن هذا بعض من سيرة عظيمة نتاع مجاهد وشهيد ومناضل كان قبل الثورة وأثناء الثورة واستشهد، فرحم الله الشهداء ورب يحفظ المجاهدين وحفظ الله البلاد والعباد، وشكرا.